كماله وتم كماله. الله يعطيك الصحة والعافية شيخ عمر. قبل أن نختم الحلقة باقي عندنا وقف البر بمكة المكرمة بالمضيلف، طبعا تممنا من 96%، ربي لك الحمد، وباقي كم؟ 4%. ما شاء الله. فكلامك عن الصدقة 4% هو المتبقي. إيه؟ ما شاء الله تبارك، خلصنا 96 ماشي، بقي 4%. إيه؟ اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله، يعني لم يبقى شيء. وأنا أقول سبحان الله، هذه من علامات توفيق الله عز وجل لهؤلاء الذين أنفقوا، لأن هذا دليل على إيمانهم. الصدقة يا شباب ليش سميت صدقة؟ سميت صدقة من الصدق، فأنت إذا أردت أن تبرهن صدق إيمانك فتصدق، قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والصدقة برهان، يعني برهان على صدق إيمانك لله جل جلاله وتم كماله. وسبحان الله أنا سولفني يا الشيخ سلمان اليوم عن موضوع الصدقة، يقول تبي يفتح الرزق تصدق، هذا كلام الشيخ سلمان، تصدق، وهذا واقع. إذا أردت أنت أن توفق في تجارتك ويبارك الله عز وجل في أولادك وأبنائك، أقول أنفق ينفق الله عز وجل عليك، ادفع الله عز وجل يدفع عنك نار جهنم. ربما تكون هذه الصدقة عربونا لدخولك الجنة وحجابا لك عن النار. صاحب الصدقة لا يقع، وإن وقع وجد له متكأ، لأنه كريم يدفع. فالله عز وجل يقابل إحسانه للناس أن الله عز وجل يحسن إليه. وسبحان الله من علامات حسن من 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 أسباب حسن الخاتمة إيش؟ من أسباب حسن الخاتمة هي الصدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن 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 صاحب المعروف أو النفقة تقي مصارع السوء. مقصود مصارع السوء كما ذكر شراح الحديث، المقصود فيها سوء الخاتمة عند الموت. مصرع الإنسان إذا مات الإنسان تكون من أسباب الخاتمة الحسنة. فهذه بإذن الله كونك أن تدفع الآن، وقدامك الآن سلمك الله تطبيق الراج ولا تطبيق البنك الفلاني، كونك الآن أمامك وتتصدق، هذه ترى دلالة على إيمانك ومحبتك لله عز وجل. وأن ترى لا تنفق على الجمعية الفلانية ولا المكتب الفلاني، أن ترى تدفع عن نفسك نار جهنم، والذي سيبقى في قبرك هو عملك الصالح، ولن يبقى والله، لن يدخل معك أبنائك ولن يدخل معك أموالك، أن تنقلها من البنوك إلى ملك الملوك. هذه الأموال أن تنقلها من البنوك إلى ملك الملوك، فما في شيء يضيع عند الله عز وجل. يا شيخ لو واحد حلف لك رجال تحبه وقال والله ثم الله ثم الله، قلت يا أخي لا تحلف، لا تحلف يا أخي، خلاص أنا مصدقك، وشفت هذا الرجل ما شاء الله من هيئة كبار العلماء ولا اللجنة الدائمة شيخ، قلت هذا رجال مصدق يا أخي، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف 3 مرات؟ يقول والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده ما نقص مال من صدقة، مالك ما ينقص، بل تزده. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات بل تزده. فأنا أقول هنيئا لمن دفع هذه الصدقة، وبإذن الله يعني يجعلوها ختامها مسك، ما دام ما بقي 4%، كونوا منفقين لعل الله عز وجل ينفق عليكم ويصب عليكم خير صبا صبا، وتنزل البركة عليكم وعلى أبنائكم وعلى أموالكم. أسأل الله جل جلاله وتم كماله أن يبارك في من دفع، وأن يحفظه، أن يسدده، أن يجعل بركته على أبنائه وأمواله وزوجته وزوجه وزوجها كذلك، وأن يجعلهم مباركين أينما كنا. واللي مو متزوج شيخ؟ اللي مو متزوج؟ يمكن أحد دفع. أخاف أقول الله يزوج 4 في الليل وحده يزعلون المتابعين. الله وزع. الله يرضى عنك ويسعدك. لازم نتصدق كل يوم. سمي شيخ. كل يوم نتصدق. والله هو ليس هناك شيء لزام، لكن كما يعني من 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 رأى يعني الجائزة حمسه إلى أن يتصدق يوميا، فكون الإنسان يعرف أن هذا دليل على صدق إيمان الشخص ومحبة الله عز وجل وأنه سبب لثراء الإنسان، فأنا أقول هذه فرصة إذا أراد الثراء الدنيوي والثراء الأخروي، فالصدقة بإذن الله عنوانا لذلك. الله يعطيك الصحة والعافية شيخ سلمان. سلام. الله يعطيك الصحة والعافية. وأنت كذلك، جزاك الله خير. كتاجر شنو شفت أثر الصدقة؟ اللي لاحظت أن في الصدقة يا شيخنا الحبيب سبحان الله، أن مالك اللي أنت تصدق فيه يرجع أضعاف مضاعفة ويأتيك من حيث لا تحتسب. أحيانا يأتيك المال وأنت قاعد في البيت وأنت ما تدري كيف جالك، يعني من صفقة معينة أو من شيء معين. فالصدقة سبحان الله ما نقص مال من صدقة وتزيد سبحان الله، هذا الشيء اللي لاحظت أنا في حياتي. هو يكلمك من قلب الحدث ترى. اي انا اخذته من قلب الحدث. صدق هذا الشيء اللي حطه والله في حياتي. صحيح. يعني قبل ما الواحد يتصدق يرجع للمال اضعاف مضاعفه،
في آية بالقرآن: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الصدقة سبحان الله بركة. يعني قد يمكن يسألون خبرك اللي يتابعونا وإحنا بعد الشباب زين شيخ يسألون يقول لك والله أنا أتصدق بس الفلوس ما تأتي نفس اليوم. تأتي من حيث لا تحسب في وقتها، مو بشرط أن تيجي بنفس اليوم، لكن تأتي من حيث لا تحتسب في أوقات ثانية، مو بشرط أن يجيك بنفس اليوم. ها يعني مو شرط أنت تصدقت اليوم راح تلقى مالك ضاعف اليوم. قد مو بشرط أن مالك يعني قد تأتي لك، قد الله يبارك لك بصحتك، قد الله يبارك لك بسعادتك، قد الله ينم قد الله يضاعف أموالك بين وقت ووقت. قد تكون مثلا عندك مثلا عرض أنت عارضه من سنة أو سنتين فجأة تنباع وأنت ما تتوقع تنباع. سبحانك يا رب. صحيح حسنت. الله يفتح عليك. لا الأهم اللي أهم من المال هو البركة والصحة. حلو. البركة والصحة. يا سلام. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. أهم من صاحب المال صاحب راحة البال. وراحة البال طبعا ما دام الواحد عايش بصحة وراحة بال تسوى الدنيا وما فيها. أي والله لو قلت الواحد أعطني عينيك بمئة مليون لا رفض، يعني أنت تملك مئة مليون، لو قلت عطني سمعك 200 مليون لا تحصوها. اي والله إيه؟ نعم الله ليس لها صحيح. ليس لها ثمن. صحيح. لو قلت عطني 200 مليون يعني انت تحمل المليارات بين كتوفك، بس من اللي تفكر؟ والانسان سبحان الله اذا فكر في الموجود اذا فكر في في في, في الموجود نسى المفقود. نسى المفقود. من اصبح منكم امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه كانما تلك الدنيا كانما حيزت له الدنيا. وعموما يا شيخ اغلى ما في خزائن الله ترى ليس المال، أغلى ما في خزائن الله وشو؟ أتوقع البركة والصحة. أغلى ما في خزائن الله الهداية. الهداية أو كنت بقول الهداية. إن الله عز وجل يهديك، هذه أغلى ما في خزائن، لأن إذا هداك الله أعطاك الجنة. صحيح. وأعطاك النظر إليه، هذه أغلى ما في خزائن الله، ولا ليس من علامة محبة لن يعطيك مال ولا فلوس ولا كثرة دراهم، هذه الله يعطيها اللي يحب واللي ما يحب، لكن كون الله عز وجل يقومك في نص الليل ويخليك تصلي، هذه علامة محبة الله لك. وكون الله عز وجل يخليك تضبط الصلوات الخمس هذه علامة محبة الله عز وجل لك. فأغلى ما في خزائن الله كما أسلفت هي الهداية. أسأل الله عز وجل يهدي قلوبنا نقول آمين. اللهم آمين. شيخ عمر جزاك الله خير على كلماتك الطيبة على الدرر والجواهر اللي قلت لها. الله يرضى قدرك. الوقت في رحاب يعني صحبة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وفي رحاب كرامك الجميل